أهلا وسهلا بكم. بهذا الدرس راح نعمل الميدل هيدر، فنجي على ال VS Code نفتح ال component بداخل الهيدر. طبعا ال ميدل هيدر راح تكون لها جزئين، جزء راح تكون سيرش باكس وجزء راح تكون رابر لسلة التسوق. فأني التوب هيدر أسدها بهذا الشكل، وجوا التوب هيدر أسوي new element أقول middle header بهذا الشكل، وبداخل middle header مثل ما قلت عندي middle header search box بهذا الشكل، وبداخل search box عندي input من نوع search طبعا، وأنطيه placeholder واكتب بيها ماذا تريد بهذا الشكل. وطبعا جواها اريد يكون عندي button، اقول button dot search box btn، وأريد أكتب بها ابحث هذا الشكل. والجزء الثاني لميدل هيدر راح تكون كارت رابر، فأقول dot middle dash header dash shopping cart هذا الشكل. الشوبينج كارت راح تكون بها طبعا كتابة أكتب بها سلة التسوق بهذا الشكل، وبعد اريد جواها يكون ايكون من ال bootstrap icons، اقول i.buy.buy-cart3 هذا الشكل. وجواها اريد يكون عندي طبعا notification جوا الايكون، اقول span dot cart dash notification بهذا الشكل، وهسه اكتب بها 1. فخلي نرجع للبراوزر ونشوف هذا، لازم ننطي الستايلز. نرجع لل VS Code، افتح الهيدر CSS واكتب هنا middle header، وأول كلاس عندي الميدل هيدر، أسوي كوبي لميدل هيدر وأرجع هنا وأنطي طبعا display flex و align items center و justify content space between، وأنطي padding 0 من الفوق والتحت و30 بيكسل من اليمين واليسار، وأنطي height 50%. حلو، خلينا نرجع ونشوف صارت يعني بخط واحد أفقي. حلو، نرجع الشغل شنو عندنا بعد؟ عندنا السيرش box طبعا. السيرش box أقول width 70%، والباكجراوند color var داش داش white color بهذا الشكل، والهايت انطي 60 بيكسل، والبوردر راديوس انطي 7 بيكسل. بعد شنو عندنا؟ عندنا طبعا السيرش باكس بيها انبوت وبيها بي تي ان، فخلي انطي اول شيء للانبوت، اقول بيها انبوت، اقول انبوت ويدث 100%، الهايت 100%، بوردر نان، فون سايز 21، والبادينج رايت 20 بهذا الشكل. وطبعا عندنا البي تي ان، هذا البي تي ان نرجع هنا
ال بي تي ان اقول height 100%. طبعا ال بي تي ان اريد اجيبها هنا، طبعا هسه هنا حاليا اريد اجيبها هنا، فراح اسوي البوزيشن مال الاب مالته اللي الاب هي الميدل هيدر سيرش باك، اسويها بوزيشن ريلاتيف واسوي البوزيشن للبي تي ان ابسولوت على مود اجيبها هنا. فنرجع الى الفي اس كود، ارجع الى الميدل هيدر سيرش باكس، اقول بوزيشن ريلاتيف وانطي ايضا اوفرفلو هيدن، نرجع والبي تي ان طبعا انطي شنو، اقول بوزيشن ابسولوت واريدها يكون باليسار، اقول ليفت زيرو بهذا الشكل، وانطي بادينج صفر و 17 بكسل، واعطي فونت سايز 21 والبوردر نان والباك جراوند كولر فار داش داش سكساس كولر يعني لون اخضر، وطبعا انطي كرسر بوينتر ولازم انطي بعد كولر كولر فار وايت كولر. حلو، نرجع ونشوف. حلو، طبعا لاحظ كملنا السيرش باكس الانبوت والبيتين مالتنا، بغت سلة التسوق خلي نكملها. فنجي هنا الشوبينج كارت نسوي له كوبي، نرجع هنا السلة التسوق انطي فونت سايز 20 والكولر فار وايت كولر اخليها، واقول فونت ويت 500 والكرسر بوينتر، وانطي بوزيشن ريلاتيف. ليش؟ لان لاحظ هنا عندي هذا النوتيفيكيشن الواحد اريد اجيبها فوق السله، فراح انطي للاب بوزيشن ريلاتيف ولل طبعا نوتيفيكيشن بوزيشن ابسولوت. فنرجع ونقول شنو اسم الكلاس للسلة التسوق، هذا الكلاس باي كارت 3، واقول دات باي كارت 3، اقول فونت سايز هذا طبعا هذا الايكون، الايكون اول شيء انطيه، واقول مارجن رايت 10 بكسل، فهذا الايكون. هسه راح نروح على الكارت نوتيفيكيشن، فنرجع هنا هسه عندي الكارت نوتيفيكيشن، ونرجع للهيدر والكارت نوتيفيكيشن انطي مثل ما قلت بوزيشن ابسولوت وانهرت ابسولوت، وبعد توب سالب 10 بكسل والليفت 15 بكسل، الويدث 30 بكسل والهايت 30 بكسل، واريد اسويها دائرية بوردر راديوس 50%، وانطي فونت سايز 18 بكسل، وانطي باك جراوند كولر فار داش داش لايت ريد كولر. خلينا نرجع ونشوف. حلو، لاحظ لازم اجيبها بالوسط، نرجع واقول display flex align item center justify content center. حلو، نرجع ونشوف. حلو، طبعا كملنا الميدل هيدر، وبالدرس القادم راح نشتغل على الناف بار. شكرا جزيلا، اشوفكم بالدرس القادم.